اتفضلي. ايه اللمه اللي على الحاره دي؟ ده فين الدم بالقهوه؟ الف مبروك يا نجم. صلي على النبي، على حته انك موصل. الف مبروك يا نجم، الف مبروك. الفيلم بتاعك شغال جوه، كله بيتفرج عليه. فيلم؟ بس هو معاك صوره زلمي. ايه ده؟ السي دي جوه شغال؟ ايوه. مش يا ابني هنا. وفي لا 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 يا نجم النجوم يا منور الدنيا كلها يا نجم يا نجم. الحركه دي مش غريبه عليا. انت عامل ايه يا نجم؟ انت عامل ايه يا نجم؟ منور بتتفرج. احنا الثلاثه صح تمام، ما حدش بيتفرج. ايه يا ابني انت وهو؟ الحركه كلها واقفه بتتفرج بره. بدم اوامرك يا معلم. احنا كنا واقفين الصوت ده كلام يا معلم. سير قلة ادب. يلا يا جوزي. هو يا هاجر اتفضلي. يلا يا بعلي اتفضلي. خاطرني احنا متجوزين هنا. انتي مش كنتي عايزه تعرفي السي دي فيه ايه؟ انا عايز اعرف عشان اساعدك، مش عشان اتدخل في خصوصياتك. مش هتفرق. لا تفرق كتير. صفوه، انتي بتهربي من لحظه انتهكت فيها خصوصيتك، وعشان كده رافضه اي كلام. لكن انتي نجحتي وكسرتي حاجز السكوت، وده جزء من نتيجه العلاج. أنا مش متعورة عشان مستنياكي تربطيلي جرح، ولا تعبانة مستنية دواء يشفيها. اللي جوايا أكبر من كده بكتير. إيه هو اللي جواكي؟ خرجيه عشان أساعدك. مش كل فضفضة فيها راحة، ولا كل سكوت حل. أنا مش ساكتة عشان بدور على حلول، أنا ساكتة عشان مش لاقية كلام يتقال. الوجع زي التريكو، مدي طرف واحنا نشد الباقي مع بعض. صدقيني صدقيني هيبقى سر بينا. حتى لو صحيتي في يوم لقيتي جوزك مصورك وانتي في حضنه. مصورك ليه؟ مسجل كل نفس، كل احساس، كل حاجه كنت فاكراها حلو. طب ليه؟ عشان يساومني بيها وقت الطلاق. ايه سؤمك؟ هو مش جوزك كان معاكي في الصوره؟ يبقى كده بيدين نفسه. شبيه مش يا ساتر يا ساتر يا رب. لما تتحول المشاعر لورق الضغط في مسمى رخيصه، يبقى اكيد في ناس كده.